وهم. بتعرفي اني مخجول منك؟ ليه؟ حاسس وكأنه السيارة مش قد المقام. وجيه انا ما بتعني لي المظاهر، والسيارة قيمتها كبيرة عندي لانك انت اللي عم بتسوقها. ايلك تسلمي يا مزوقة. دخليك شو بتحبي نتروق اليوم؟ مثل ما بتريد. لك انا من ناحيتي بحب اتروق خفيف. وانا كمان. شو رايك بترويقة راس نيفا؟ مع صحن قصبنية وشوية لية ومع شي فحل بصل وشي شوية خضرة وكبيس وصحن فول متبل وحمص وشي مقلة بيض بقورمة. بيض بقورمة. بيض بقورمة والسمنة عم بتشرشر. ايه بس ما منتقل. لا لا ما منتقل، بناكل من كل شيء شوي 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 شوي. لك شو هالصحن الفول مش معقول. معمول على الأصول. لك يعطيك العافية على هالقافية. ولا القصب النية. ومن إيدي دوق اللي. لا وجيه ما بقى فيي. يعطيك العافية على هالقافية. شو رأيك برأس النيفة؟ رأس النيفة؟ راس النيفة راس. لك شو هالقفي الصعبة ها؟ نيفة 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 أشف. لقيتها. إكشاشير إكشاشير راس النيفة. أطيب من سمكة المليفة. شو هالقفي؟ لك يعطيك العافية. صحتين وجيه. لك حلبك حلبك. تخيلك ما بقى فيا. صحتين وجيه. لك عقلبك عقلبك. ليك وجيه، بما انك جار ولفادي بدي اسألك كم سؤال. مظبوط مثل ما سمعت انه فادي مش مبسوط ببيته؟ نعم مظبوط مثل ما سمعت انه فادي مش مبسوط ببيته. ليكي انا اصلا ما بحب احكي عن الناس. بس اللي بعرفه انه مش كتير مبسوط بحياته، وليه عن الساعة اللي تجوز فيها. كيف يعني؟ يعني مش كتير مبسوط من طلبات مرته اللي دايما منكدت له عيشته. أولك مشان هيك بتحسوا أنه بضل تعبين وضعفين وتحت عيونه أسود مثل كأنه ما عم بينام؟ ليك أصلاً هيدا الفيش الفادي درسه مش طيب. يعني شو ما طبخت له مرته ما بيكل. هيدا إذا طبخت له المعتر. بعدين بيني وبينك يعني طبخات لكارين إذا بتكبيهم للدجاجات ما بيكلوا. أصلاً هؤلاء الجماعة ما بيعرفوا يأكلوا ولا بيحبوا الأكل. سأليني أنا راح يموتوني من الجوع. يا حرام. بعدين بخصوص التعب وقلة النوم، فهيدي الحالة كانت مقبولة شوي قبل ما يصير عندهم بنت، أما هلأ زادت كتير. أصلاً هيدا الفاشل ومرته لك الله يساعد بنتنا عليهم هالبريئة هيدي، والله يساعدنا نحن الجيران الطيبين على هيك جيري مرتي. لا مظبوط. معك حق. ليك وجيه سؤال أخير. نعم. أولك هيك زواج بدوم؟ في احتمالات. ها؟ احتمالات.